بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسل شين هاء من اليمن، يقول: امرأة تشتكي من ألم في الرأس وتتناول حبوبا مسكنة للألم من قبل الصلاة، وهذه الحبوب خطر على الحامل، ربما يتشوه بسببها الجنين، وقد استعملتها وهي حامل وتعمل وتعلم ذلك، لكن شدة الألم أنستها الخطر، وعندما وضعت طفلا مشوها أو به تشوه، فمكث مدة قصيرة ثم مات، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل تكون هي السبب في تشوهه وموته؟ وهل عليها صيام أو كفارة أو ماذا عليها؟ أفتونا مأجورين، شكر الله لكم ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه. هذه المرأة إذا كانت تتألم تألما شديدا من وجع رأسها، وتأخذ هذه الحبوب من أجل تهدئة هذا الألم، إنها تكون معذورة الحمد لله في ذلك ومحتاجة إليه، وهي لا تقصد بهذا التأثير على الجنين. إذا لم تكن عالمة بأن هذا يؤثر على الجنين فإنها تكون معذورة بذلك من ناحية الإثم. أما من ناحية الجنين وسقوطه ميتا، فإن كانت تناولت هذه الحبوب بعد نفخ الروح فيه وسقط ميتا بسببها، فإنها تكون قد جنت على هذا الجنين بما سبب قتله، فيكون عليها كفارة القتل، وهي صيام شهرين متتابعين، لأن العتق الآن غير موجود، وإلا هو الواجب بالدرجة الأولى، ولكن إنه غير موجود في هذا الوقت، فتصوم شهرين متتابعين. وكان الواجب عليها أن تراجع الأطباء في هذا الأمر قبل أن تقدم عليه، تراجع الأطباء وتأخذ بإرشاداتهم. نعم. تقول إنه وضع مشوها ثم مكث مدة قصيرة ثم مات، هو الكلام على موته، إن كان بسبب الحبوب فإنها تكون قد جنت عليه خطأ. أما قضية التشويه هذه الله أعلم بها، هل سببها الحبوب أو لا، إنما الموت إذا كان بسبب الحبوب يكون من تسببها، يكون عليها الكفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت سهى محمد من الخبر تقول: هل يجوز للمرأة إهداء ذهبها إلى صديقة لها أو أمها أو غير ذلك، وهل عليها زكاة فيه عندما تهديه، جزاكم الله خيرا؟ إذا أهدته إلى قريبتها فقد خرج من ملكها وصار ملكا للمهدى إليها، وهي التي تقوم بإخراج الزكاة عنه إذا توفرت شروط وجوبها عليها. أما هي فقد انتقل من ملكيتها إلى ملكية غيرها، وانتقلت الأحكام معه. نعم. ربما أرادت فضيلة الشيخ إهداء مؤقتا مثلا، لأن ليس إهداء، هذا عارية. نعم. إن كانت تقصد العارية فإن ملكيته باقية لها، وهي المسؤولة عن ما يجب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل سين عين ميم من الرياض يقول: ما حكم تخصيص أيام يدعى فيها للميت كاليوم الأول والسابع واليوم الأربعين، وما سنن الدعاء المشهورة للميت، وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند وضع الميت في القبر، جزاكم الله خيرا؟ ليس للدعاء للميت المسلم وقت محدد، بل يدعى للميت المسلم في أي وقت. الحمد لله. أما تحديد الوقت فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على التحديد إلا ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغوا من دفن الميت وقف عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. في هذا الوقت
بعد الفراغ من الدفن يستحب الوقوف على قبره والدعاء له بالمغفرة والتثبيت، وما عدا ذلك فإن الوقت موسع للدعاء له في أي وقت كان، ولا أصل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وتجب في بعض الأحيان، ولكن تخصيص ذلك عند دفن الميت لا دليل عليه. أحسن الله إليكم. المرسل طاقاف من البكيرية له سؤالان، يقول في الأول: هل التعزية تنتهي عند تمام 3 أيام أم لا تنتهي ما دامت المصيبة في القلب؟ وما حكم قول أحسن الله عزاءكم عند تمام الأيام 3 الأولى؟ ليس للتعزية وقت محدد تنتهي به، لأن هذا لا دليل عليه، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون يعزى إلى 3، لأنه بعد 3 ينسى المصيبة فلا تجدد عليه مرة ثانية. هذا من باب التعليل وفقط، أما الدليل فلا دليل على ذلك، وإنما يعزى بحسب المناسبة، وقد يكون بعض الناس غائبا أو لم يعلم بوفاته فتتاح له الفرصة للتعزية، وكل ما قربت التعزية من الوفاة فذلك أحسن وأتم. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: أنا شاب عمري 17 عاما، أعيش مع أهلي ووالدي ينفق علي ولي مال مدخر في بنك إسلامي قد حال عليه الحول، فهل علي فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟ وهل تبدأ الزكاة في سن البلوغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب في مال المسلم كبيرا كان أو صغيرا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان بيده أو كان قد وضعه في استثمار مشروع، فإنه تجب فيه الزكاة وفي أرباحه التي تحصل، وحول الربح حول رأس المال، رأس المال يتبع الربح يتبع رأس المال في وجوب الزكاة ولو لم يمضي عليه حول، إذا كان رأس المال قد مضى عليه الحول، يعني حول الربح وحول الأصل، حول الأصل. وإن كان مالك المال بالغا رشيدا فإنه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة، وإن كان مالك المال غير رشيد أو كان صغيرا فإن وليه يقوم مقامه في إخراج الزكاة عنه إذا تم الحول. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن محمد من الدمام له سؤالان أيضا، يقول في أولهما: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، يقل التوفير في شهر وقد يزيد في شهر آخر، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟ الأحسن لمثل هذا والأحوط أن يعين شهرا من السنة يخرج زكاة ما تجمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى هذا الشهر من السنة التي بعدها، هذا هو الذي يسع الناس، وهذا هو الذي يحصل به المقصود ويزول به الحرج إن شاء الله. نعم. لو قصد هذا في رمضان يا شيخ يتحرى الفضيلة في الوقت، لا بأس بذلك، لكن معلوم أن الزكاة تجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وجب المبادرة بإخراجها، إلا إن كان شهر رمضان قريبا منه ويكون التأخير يسيرا فلا بأس، أما التأخير الطويل فهذا يفوت على الفقراء حقهم. نعم. أقصد ما دام القول كما رأيتم أن يخصص من عامه شهرا لهذا الموظف تكون الزكاة فيه، فلو جعله رمضان يتحرى الفضيلة، هو مصيب في هذا أو الشهور واحدة؟ الشهور واحدة، لكن إذا جعله في شهر رمضان تحريا للفضيلة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الآخر: موظف آخر يتسلم راتبا شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في هذه الخزينة؟ وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمضي على جميعها الحول؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب هذا السؤال كجواب السؤال الذي قبله، الحمد لله، أنه يعين شهرا من السنة فيخرج زكاة ما تجمع لديه من النقود، ما تم حوله وما لم يتم حوله، ولا يسع الناس إلا هذا. نعم. الحمد لله. المرسلة ميم راء من القريات تقول: قبل مجيء الدورة الشهرية 10 أيام أو أقل
يخرج مني أعزكم الله مع البول قطع صغيرة من دم فقط، من دم فقط، فما حكم صلاتي؟ وهل هذا يعتبر من الدورة الشهرية أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الدم في أيام الدورة فإنه يعتبر حيضا، سواء كان دما خالصا أو كان صهرة أو كدرة، فإنه يعتبر حيضا تدعو من أجله الصلاة والصيام. تقول هذا يكون قبل الدورة بعشرة أيام أو أقل؟ أما إن كان خارج الدورة، إن كان هذا النازل خارج الدورة فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا. الحمد لله. نعم. المرسل عبد الرحمن ميم عين من الرياض يقول: أذهب إلى صلاة الفجر دائما وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصلي ركعتي الفجر بعد، هل يسمح لي أن أصليهما بعد انتهاء الصلاة أي بعد تسليم الإمام؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجلي شيئا، مع العلم أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر؟ نعم، إذا فاتتك ركعة الفجر قبل الصلاة فإنك تصليها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله عن ذلك فأخبره أنه لم يصلي راتبة الفجر فأقره على ذلك. الحمد لله. وإن أخر راتبة الفجر الذي فاتت إلى بعد ارتفاع الشمس فهو أحسن، ذلك أحسن إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان لا يتمكن فإنه يصليها بعد الفجر مباشرة ولا حرج عليه. نعم. لعل مما يتسبب في حدوث ذلك فضيلة الشيخ، أقصد العجز عن أداء ركعة الفجر أو حتى الفريضة، إسراف كثير من الناس في السهر كل ليلة، فهل من توجيه؟ هذه مصيبة الآن ظهرت في الناس، وهي السهر الطويل في الليل، ويعتبرون هذا من العادات المستمرة عندهم. الله جل وعلا جعل الليل سباتا، جعل الليل للراحة والنوم من أجل أن يقوى على القيام في آخر الليل لصلاة النافلة تهجد، ويقوى وينشط على صلاة الفجر، ويقوم في نهاره نشيطا لأعماله. أما إذا سهر الليل أو معظمه فإنه ترتب على ذلك مضار عظيمة، أعظمها وأخطرها صلاة الفجر، قد تفوته الصلاة مع الجماعة أو تفوت الصلاة في وقتها ذلك بسبب السهر، وهذا أمر محرم لا يجوز الاستمرار عليه، مع ما يترتب عليه من إتعاب البدن وإنهاك الحواس، وأن الإنسان يصبح كسلان لا يقوم بأعماله، وقد يكون موظفا مطلوب منه أداء العمل الوظيفي فلا يؤديه على الوجه المطلوب بسبب السهر. الحاصل أن المسلمين يجب عليهم أن يأخذوا راحتهم من نوم الليل الكافي من أجل أن ينشطوا على أعمالهم الدينية والدنيوية. نعم. ربما لا يتصور أحد معنى الحرمة في ذلك، يعني أن السهر إذا أفضى إلى فوات الفريضة أنه يكون محرما. لا شك أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان هذا السهر يؤدي إلى ترك الواجبات فإنه يكون محرما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، بل كان صلى الله عليه وسلم يبادر بالنوم من أجل أن يقوم للتهجد ويقوم لصلاة الفجر ويقوم لآخر الليل ووقت النزول الإلهي. فكيف المسلم يحرم نفسه من هذه المواسم العظيمة الليلية التي هي رأس ماله، الله أكبر، وهي غنيمته من هذه الدنيا، وهي فرصة العمر، فالمسلم لا يضيع وقته في هذه السهرات وهذه الغفلات وهذه العادات السيئة. المسلم يجب أن يتميز بدينه وبتعامله مع وقته وحفظه لوقته فيما يفيده ويثمر له الخير عاجلا وآجلا. نعم. السائل سين لام ألف من الرياض يقول: يحضرني في أثناء الصلاة الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وقد سمعت أن لي أن ألتفت وأنفث عن يساري ثلاثا لكني لم أجترئ على فعل ذلك، فهل يجوز لي أن ألتفت في صلاتي عن يساري وأنفث ثلاث مرات أم أنفث من أمامي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، جاء في الحديث إذا عرض له الشيطان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ من الشيطان، فإذا فعل هذا فلا بأس، وإن اقتصر على رفض وساوس الشيطان والابتعاد عنها وعاد إلى صلاته فهذا كافٍ إن شاء الله.
نعم الحمد لله. المرسل ميم راء من المدينة له أسئلة قصيرة، يقول في أولها: من الحواريون؟ حواريون الأنصار والأتباع، حواريون هم الأنصار والأتباع لكل أحد، لكل نبي، لكل نبي. فحواري عيسى عليه السلام هم أتباعه وأنصاره، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حواريه الزبير بن العوام، فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف فيه من الشجاعة والقوة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وحراسته في أوقات الخوف والشدة. فالحواريون هم الأنصار والأتباع. نعم. السؤال الثاني يقول: من الثلاثة الذين خلفوا؟ هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك مرارة بن الربيع وكعب بن مالك والثالث غاب عني اسمه، وهم خلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا من غير عذر وندموا وتابوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم من باب الردع لهم لأنهم ليسوا منافقين. أما المنافقون فقد أعرض عنهم عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء الثلاثة فلأنهم من المؤمنين الصادقين وارتكبوا هذه المعصية هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لهم حتى تاب الله عليهم وأنزل توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. نعم. في سؤال الثالث يقول: من أصحاب السبت؟ أصحاب السبت هم الذين احتالوا من بني إسرائيل على صيد السمك في يوم السبت، لأن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت امتحانا لهم وابتلاء لهم. هذا من جملة الابتلاءات ومن جملة الأشياء التي حرمها الله عليهم مما هو مباح في الأصل عقوبة لهم، ولكنهم تجرأوا على الحيلة فنصبوا الشباك وحفروا الحفر في يوم السبت، فإذا جاء السمك وقع في الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، فلما وقع ذلك منهم واحتالوا على أمر الله جل وعلا عاقبهم الله بأن مسخهم قردة خاسئين، كما قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يحتالون على صيد السمك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، هذا ابتلاء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا عقوبة لهم بفسقهم. فلما نسوا ما، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه قصة أصحاب السبت. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: هل ذو القرنين والخضر نبيان؟ أما ذو القرنين فليس نبيا، وإنما هو ملك صالح مكنه الله في الأرض وملك مسلم. وأما الخضر ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه نبي لأن هذه الأعمال التي ظهرت منه معجزات لا تكون إلا على يد نبي من أنبياء الله عز وجل، ومنهم من يرى أنه عبد صالح، وهذا هو ظاهر القرآن: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يقل نبيا بل قال عبدا من عبادنا. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. وإن كان ورد في وتكون هذه الأشياء التي ظهرت على يديهم باب الكرامات، كرامات الأولياء. نعم. فإن قيل إن الله قال عن عيسى عليه السلام إنه إلا عبد، وقال نوح وصالح عن النبوة وآتاني رحمة منه رحمة من عنده. نعم، لكن ذكر في مواضع آخر أن هذا نبي، أن عيسى نبي، لكن لم يأتي في موضع آخر أن الخضر كان نبيا. نعم. المرسل باء ميم من الدمام يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم وحفظه دون إتقان الحكم التجويدي كاملا ودون ترتيل جميل
وهل يدخل ذلك في مخالفة أمر الله سبحانه في قوله ورتل القرآن ترتيلا؟ الواجب إعراب القرآن بمعنى إقامة تلاوته من الخطأ واللحن، فلا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع ولا يرفع المخفوض أو المجرور، بل ينطق بالكلمات على الوجه النحوي، هذا هو المطلوب. نعم. إعراب القرآن وعدم اللحن فيه، واللحن على قسمين، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، وكلاهما يجب إصلاحه ويجب تعلم القرآن على الوجه الصحيح. أما تلاوة القرآن بالتجويد وبتحسين الصوت، هذا من المكملات والمستحبات وليس هو من الواجبات. لا يجب على الإنسان يتعلم أحكام التجويد، وإنما هذا من باب المتممات والمكملات المحسنات للتلاوة. نعم. فإن كان بعض علماء التجويد يقول إن هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالحركات الأربع والست والستين، ما نقل عن الرسول هذه القواعد المدود الأربع وما أدري كيف والإدغام بغنة، إنما هذه محسنات استنبطوها من ألفاظ القرآن ومن، فهي قواعد مستنبطة ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب حسن الصوت. واستمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري لحسن صوته وتلاوته، استمع إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فما لا شك أن تحسين الصوت وإتقان القراءة والتجويد أمر مطلوب، لكنه ليس بالواجب، إنما الواجب صيانة القرآن من اللحن، تغيير الحركات الإعرابية، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. هل من توضيح لتمييز تحسين القرآن بالصوت والتنغيم فيه وتحبيره عن أن يقصد الناس بذلك؟ يعني كيف يتخلص الإنسان من هذا ويقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسب النية، الإنسان بنيته، إن كان يحسن صوته من أجل الناس ومدح الناس فهذا رياء، وإن كان يحسن صوته طلبا للأجر والثواب من الله وعناية بالقرآن فهذا مأجور، هذا حسب النية، والله هو الذي يعلم النيات سبحانه وتعالى. على أنه لا ينبغي المبالغة في التجويد والمدود حتى يخرج القرآن إلى التمطيط وإلى ما يشبه الغنى، هذا لا يجوز، المبالغة في التجويد هذا يخرج القرآن إلى ما يشبه الغنى والألحان، هذا منهي عنه. نعم. لكن إذا قصد الإمام أو القارئ أيا كان تحسين الصوت لإتمام هذا الحديث، له أن يقوم بذلك نفسه أو يقول كي يؤثر على السامع موعظة مثلا، يقصد الأمرين، يقصد كل هذه مقاصد حسنة، يقصد أداء القرآن بوجه حسن ويقصد نفع المستمعين وتشجيعهم على الاستماع، لا شك هذا طيب، لا يقدح في نيته والعمل، لا يقدح في. أما إن كان يريد المدح ويريد الثناء ويريد أن يتجمع الناس وراءه، نعم، فهذا رياء وسمعة، يجب نعم على الإمام أن يتوب منه. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة جيم واو من القصيم تقول في سؤال لها إن أبا زوجي مريض ومقعد بسبب مرض وكبر السن، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه لوقت الصلاة، ولا يستطيع تنظيف نفسه بعد قضاء حاجته، فأقوم أنا زوجة ابنه بتنظيفه، فهل علي إثم في مس عورته؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ المرأة لا تمس فرج زوجها، فرج الرجل، المرأة لا تمس فرج الرجل ولو كان من محارمه، وإنما هذا من خصائص الزوجة مع زوجها. نعم. الزوجة مع زوجها لا بأس أنها توضي، ولكن يكون من وراء حائل، يعني يوضع على العورة ما يشبه التبان أو ما يشبه السروال القصير، تدخل يدها من تحته وتغسل فرجه، ويكون على يدها خرقة أيضا، يكون على يدها مدسوس أو خرقة، وتصب الماء وتنجي هذا العاجز، بحيث يكون الحائل دون النظر ودون اليد أيضا، دون النظر وفوق اليد، دون النظر وفوق اليد، وهذا في حق الزوجة مع زوجها. أما بقية النساء فلا تتولى توضئة عورات الرجال ولو كنا من محارمهم، وإنما يتولى هذا الذكور معهم، ويكون من وراء حائل أيضا كما سبق. نعم. والزوجة مع زوجها يا شيخ يشترط أن تكون أحسن. نعم. أحسن أن لا تنظر إليه ولا تمسه بيدها. أي نعم، أحسن أن تكون من وراء حائل وأن لا تمسه إلا من وراء حائل، أبعد عن إثارة الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونحن نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج
المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. ولكم في الختام تحية من زميلي يحيى.